أكد السيد صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصريح خاص لمركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي سكايب أن المنصة الإلكترونية تعتبر معرضا دائما يتيح للباحثين عن عمل فرصة البحث عن وظيفة شاغرة مباشرة دون الحاجة إلى مقر الوزارة أو الانتظار لمدد طويلة. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت المنصة الإلكترونية لتساعد الباحثين عن العمل للحصول على الوظائف مباشرة من أول يونيو، وأي باحث من عمل عن عمل باستطاعته مباشرة الدخول لهذا الموقع والحصول على فرصة للترشيح لخمس شواغر مباشرة. يعني هذه الوظائف تتميز يعني معرفة الباحث عن عمل بقدراته بحيث أنه بإمكانه أن يرشح للوظيفة المناسبة له، وهي جميع الوظائف دي مربوطة ببنك الشواغر اللي في الوزارة اللي هو يعتبر الحين معرض إلكتروني دائم يعني حق الباحثين عن عمل.